نسميها فيصل عندنا هنا. طبعا جتنا عناكب في الكهف، في عناكب، في أبريس. ابو بريس يا عمي، هذا تمساح صغير في ظهر شوك. انتبه والله في ظهر شوك يا جماعه، شايفين في ظهر شوك. نعم، مبنى المسجد هذه تكونات وفيها ماء، هذه قطرات ماء من الأشياء الجميلة في الكهف وللتكونات، التكون الجميل هذا طبعا ناتج عن تقطير الماء مع مر السنين، عمر كبير جدا يا جماعة، شيء روعة روعة روعة. هنا أحد التكونات الصخرية بعد، رائع جدا، والطحالب في كل مكان.